سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. سبحانك يا رب. تسورت محرم سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذي الحنان النفيم أي غارث حرم أي نكنك حض ربي تبغي ضرط روينيك ربي يتسمي حطاس أنه يتشور ذي الحنان ربي يقمون ثابورث أم هدف غم ذي لمين أثنى ربي ذذنوان أذن تجعل من كل شيء يسنى يضب الرمور. وإذا صر النبي أولى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. أن في المسي النرفضنا إي وثلث لونيس إميث السفغ رفضنا يصدل في ربي فلاش يعاود سيدي الشراء شراء يعدى فلاش ثنيس ميتي خبر وقد يصوض وقيني ينيس يصوض فيد واني عالم من كل الخبار. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. مثو فمتاس يا ربي ولون الكت أثنيد الشظن مث معوان متفلاس أثنيد ربي البابيس أنه كذلك جبريل ذو صريحا للمؤمنين ولذ الملائكات بعد كنذي معونا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إما هذا أمر اختفرو فبس أرز دي بدر في روين أخير نخد تين سرمين ذي المؤمنات اتضعت اتثوبت عبدت اتصوزمت زوجت يقين غزوج تارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أو ذاك يمن منعث إما ننون ذو ذنون ذي ثمس صرغني نس ذي العبد ذي غغن فلس عسن الملايك ذي معور سوحشن ورعصون على ربي شوي نثني ذي يمر خد من خاسد سومرا. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. خنوين وذي خفرا السورش تسبوين أثان الجزا النينوان شوين كانت خدما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أو ذي يمن غسث بث غرب تشوف عن الصح أكني مهث بابنون أو نمحسية ون أكني السكشم غالجنث لحوني سفن الدواش السنر بودي تحشيم أن في ذو ذي يمن يس ربي ما دق في الشفو عينش النور نسن أذي زوير أجد سن يكذو يفوش أسقر نفذ النغ
كملا غنورا جينا عفويا نكوني نشاط أقلك تزمر ذي كل شيء. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. النبي جاهد ذي الكفار ذوذي يوم ننسيرس المنافقين النزير في اللسن أم كان نسن دخل تمس أتشن ذي الفقران. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ربي بد المثال بدك نخفرا ثمطث من النوح اسمطث من اللوط التي سدوا العصمة أنسين دي العبادنا دي العبادنا غير شرحن خذعت تسن وتنفيعا سوش مزات ربيا أن نست أهم تكشممت أغثمست ذوي تكشمن. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ربي بذ المثال بذك نيمنا فمطثني فرعون إمثل العام في النياس أبذي ذنويا خام غرش زخر الجنة ثنجوضي ذي فرعون وينك لا يخدم انجوي ذي القومة أثني ظلما ذي مجهال. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. مريم اللي اسم عمران تني حفظ في الشرفيس انصدقس ذي الروح النار ثم نسره دور بافيس يكذ الكتاب النينس نتاث ذي قذي تضعن